السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ شو وين معلم؟ نعم نعم. كيف حالك؟ يا هلا اخوي. كيفك محمد؟ هلا اخوي. هلا هلا هلا. الله يعطيك العافية. شو شغالين على بابور طحين قديم؟ قديش عمره هذا؟ هذا من 56. من 56. 56. كيف جبتوه هذا؟ يعني انتو جبتوه؟ جابوا الوالد، ابوي جابه. 56. انا كان 14 سنة ذاك الوقت. ابوي اشتغل عليه، علمني عليه. شفت ايش هاي يعني؟ كنا نشتغل من الصبح للمغرب. من الفجر للمغرب كنا نشتغل. كان في ناس كثير. كان ناس تطحن يا سيدي، من الغور كان يجيني. من حلاوة كان يجي. من الهاشمية كان يجي. أوسرة، جيتا، باعون، بيتيدس، كفر راكب، شرفية. كان يجيني برضو والله من إرفد. من مفرق كان يجيني. اللي قاعد يشغل هو أولادك أظن؟ أولادي يشغلوا. يعني هذا المشروع بده واحد كبير؟ بده واحد معاني يعرف يلف منويل. المنويل قال الهواء معطل الهواء فيه. يعني هل الأيامات هاي بعد عندي ناس بيجي بتطحن؟ لا هسه ما فيش حدا. ما في حدا هسه نهائيا. ليش انت بتشتغل هسه؟ انتم بتشتغلوا فيها؟ هسه مش هاي بدنا نشتغلها. بدك ترجعنا لأيامات قبل يا ابو محمد. ان شاء الله يا ريت. يا الله. ها أصبح علي يا بلدنا.